توصل في هذه الظروف الحالية اللي كتميز بقلة أو ندرة تساقطات المطرية. وإن مشروع دعم البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري كيهدف بالأساس إلى تحسين الظروف المعيشية للساكنة القروية من خلال التدبير المستدام للموارد المائية والرفع من الإنتاجية وتعزيز سلاسل القيم. وكيهدف كذلك المشروع إلى تحديث البنية التحتية لمياه الري من خلال تجهيز ما يقارب 26 ألف هكتار بنظام الري الموضعي وتشجيع تثمين مياه الري وتعزيز سلاسل القيم من أجل تحسين فعالية الدوائر السقمية المعنية بهذا المشروع، وكذلك ضمان تثمين وتسويق منتجاتها وبالتالي تثمين البنية التحتية المنجزة في إطار هذا المشروع. إذا اليوم وكالة المياه الفلاحية بتنسيق مع المديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة نظمنا ندوة حول التجميع الفلاحي، وذلك في إطار مشروع الدعم لبرنامج الاقتصاد الوطني لمياه الري والممول من طرف البنك الإفريقي للتنمية. هذه الندوة جد مهمة حول التجميع الفلاحي، الهدف ديالها هو تحسيس الفاعلين في القطاع باش ينخرطوا، خصوصا المجمعين المحتملين باش ينخرطوا في إطار هذا النظام التنظيمي ديال التجميع الفلاحي. للهدف ديال هذا المشروع هو أنه تثمين منتوجات الفلاحين اللي كاينين في هذه المدارات السقوية ديال لوكوس اللي داخلين في هذا المشروع ديال برنامج الدعم الاقتصاد مياه الري. واليوم كانت فرصة أننا قدمنا العرض الحالي للتجميع الفلاحي بعد نشر نصوص تطبيقية الجديدة لمشروع لقانون التجميع الفلاحي 04/12، واللي جاب واحد تبسيط مساطير، جاب واحد العدد من تبسيطات وتسهيلات باش ندعموا اكثر ونعاونوا اكثر المجمعين باش ينخرطوا في التجميع الفلاحي. التثمين والاقتصاد مياه الري يعني من الاولويات اللي واجب علينا كاملين، خصوصا في هذه الظروف الحاليه اللي كتميز بندره وقله التساقطات المطريه. اذا خاص علينا كاملين اننا نشتغلوا باش تكون عندنا واحد يعني استراتيجيه لاقتصاد مياه الري، خصوصا لفائده الفلاحين الصغار، اللي هذا التجميع الفلاحي كذلك غيمكن لهم من تثمين وتسويق المنتوجات ديالهم، لان مشروع برنامج دعم المشروع الوطني لاقتصاد الري يعني الهدف ديالو هو تجهيز ما يقارب 26 ألف هكتار في الجهه السقويه ديال المدار السقوي ديال لوكوس ودكالا. وحنا وكاله التنميه الفلاحيه عهد الينا اننا نساهموا في تثمين المنتوجات الفلاحيه اللي خارجه من هذه الدائرتين السقويتين، خصوصا بالنسبه للفلاح الصغير. إذا خصنا نضمنوا ليه تثمين وتسويق المنتوج ديالو عبر مشاريع التجميع الفلاحي. واليوم هو كان واحد الفرصة أننا نحسوا أكثر يعني الفاعلين في القطاع باش ينخرطوا في التجميع الفلاحي، باش يستافدوا عدد أكثر من الفلاحين في التجميع الفلاحي مع المزايا كاملة ديال التجميع الفلاحي. هنا هي كانت الإطار اللي كنشتغلوا فيه وعلاقتنا مع الفلاحة ديالنا مع كنشتغلوا برينسيبالمون في السوغياسيون ديال الفروي روج اون جينيرال، كنجمدوا الفواكه الحمراء اللي هي الفريز والفراوله والفريز والفومبواز والميرتيل، وكنا دائما مجمعين غير رسميين غير نظاميين زعما. حاليا بهذا البرنامج فاستفدنا منه ولينا مجمعين رسميين. الاضافه اللي كاينه هو عملنا هيكله واضحه للعلاقه بيننا وبين الفلاحه، فحنا التزام من جهتنا نسوق المنتوج والتزام الفلاح انه يوجد المنتوج ديالو، وحنا كنسوق المنتوج كله موجه للتصدير في الدول في اوروبا وفي امريكا. هاد العلاقه اترافيغ هاد الستاتيو ديال لاكريكاتور اغريجي خلت ان المجمعين ديالنا يثقوا فينا اكثر ويعطيونا، حنا كنعطيوهم فيزيبيتي كوميرسيال لثلاث سنين اللي ما جا ولا العام اللي ما جا، كيكون واضح مأكد من تسويق المنتوج ديالو. وحنا من جهتنا كنساهموا في التأطير ديالو عبر برامج اللي هي مسطره مبدئيه بالموافقه ديال الاخوان في مركز الاستثمار الفلاحي. هذه البرامج اللي كتهدف الى تثمين الموارد الطبيعيه بالابعاد ديالها كامله، الشق ديال البيئي فيها شق اخر اللي هو الاجتماعي، كنهدفوا من حيث تحسيس الفلاح بان بضمان الحقوق الاساسيه ديال الحقوق الاجتماعيه ديال العمال وديالو عموما. والبعد الثالث
لا بارتي ايكونوميك يكون هو في علاقه رابح رابح وين لي بارتي كاملين. وهذه العلاقه كنسوقوها كاضافه للمنتوج ديالنا، اضافه للجوده ديالو والكاليتي ديالو اللي هي ديال المنتوج. فكنسوقوا هذا الموديل، هذا النسق في التسويق ونسق اللي كيضبط العلاقه ديالنا مع الفلاحه ديالنا. حنا كنشتغلوا اقتصاد الماء. عرفت احنا بالنسبه لنا الفلاحه ديال الفواكه الحمراء هما اصلا معتمدين هذه البرامج ديال التسقيه الكوتاكوت كذا منتهدي. غير وكان دابا دوزنا لمرحله اخرى، عملنا في هذا البرنامج عملنا دي كونتور في جميع الضيعات اللي فيها المجمعين، وكنحاول نعبروا شحال استهلاك ديك المياه، وكان انستاليو لي صوند، وكان انطاليو بعض التقنيات باش نحاولوا نوفروا المياه، نوبتيميزيو هذا الفولي هذا من خلال تثمين هذا المورد اللي هو ثمين وغالي، من خلال ديك البرامج اللي كنعتمدوها، لان كنعطيو غير الحاجات الضروريه للنبته وما نعطيوهاش كثر. وهذا كنحاولوا حنا نجيبوا ديك لي صوند ونجيبوا ديك لي فان ونجيبوا ليكسبيرتيز من ديال الخبراء اللي كيبعد اللي النوبات كيكونوا فيها ثلاث شراكه ثلاثيه ما بين الزبون ديالنا اللي في الخارج اللي مارك اللي كبار، وما بين حنا وما بين الفلاحه ديالنا. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.